هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور نشر النور دوم الإرهاب يا ليجنيرو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة هشام عبود الصحفي الحر كما رددها آلاف لم أقل ملايين الجزائريين في مختلف مدن الجزائر. مرحبا بكم أزف دوان بونسوار بيانفني، مرحبا بكم في القناة اللي تجدوا فيها ما لا تجدونه في قناة العار والاستحمار وفي صحافة بودور. موضوعنا الرئيسي اليوم هو مرور 4 سنوات على تنصيب عبد المجيد تبون رخيصا للجمهورية الجزائرية، الغير ديمقراطية والغير شعبية. يعني الحكاية الديمقراطية الشعبية راحت في كيد الزيت. 4 سنوات تمر ذكرى صحافة بودورو ضربت عليها النح، وعلاش؟ إلا قناة الزيغو تاع ولد القومي عملوا مونتاج تاع وكلام فارغ حصيلة تاع 4 سنين كلها كذوبات. طبعا على ما يفاجئناش لما تجي من عند قناة الزيغو تاع ولد القومي اللي راه في الحبس ويشيد، هو في الحبس ويشيد وموصي على الشيكة. المهم نقول دونك عندنا الذكرى الرابعة في مرور 4 سنوات ونشوفوا احنا الحصيلة تاع تبون بكل موضوعية، بكل موضوعية ما كانش. راح نتكلموا كذلك على افتتاح اشغال الملتقى للندوة، ندوة التعاون العربي الروسي في مراكش، والجزائر تقاطع اجتماع اللي فيه الحليف الاستراتيجي والحليف التاريخي والصديق التاريخي جزائر القاطع. نتكلموا على اتفاقية ما بين الجزائر واندونيسيا. اي نعم، الجزائر واندونيسيا، وتحضير خلافة براهيم غالي معروف باسم بن بطوش على رأس البوليزاريو. وطبعا نستهل هذا لايف تاع اليوم بنشاطات الرئيس. قبل هذا باش دابور نرد على اسئله تاع الاخوان، قبل ما نحيي المشاهدين اللي راهم حاضرين معنا، في اخ يوسف 88 يسأل يقول لي هل غياب الجزائر عن القمة العربية الروسية ينهي أمال فتح صفحة جديدة بين الجزائر والمغرب؟ لم تفتح بعد هذه الصفحة الجديدة، ولم نكن نأمل في فتح صفحة جديدة بين الجزائر والمغرب في ظل حكم أضعف رئيس عرفته الجزائر، وهو الذي غير قادر على تبرير تصعيد في النزاع، وهو الرئيس الذي ينفذ أوامر عساكر من مستوى تحت الرونجيرس، نيفو تحت الرونجيرس. هذا هو دونك ما نقدرش نقولوا انتهت الأمان، ما كانش أمان، عمرها ما كانت أمان. ما تبون ما كان فيه بوادر أمان، ما كان حتى بوادر، بالعكس تمشي وتزيد، تمشي وتزيد.
نظن هذا السؤال تاعك. فيه أخ كذلك يطرح سؤال يقول لي أنه يعني واحد ما تكلم على غياب الجزائر في اجتماع مراكش اجتماع التعاون العربي الروسي. يا صاحبي واش علاش احنا ماناش محسوبين؟ تقول احنا ما نتكلم بلا ما تتبع ربي سهل عليك. اطلعير بثلاث لغات فرنساويه اسبانيه ايطاليه، تكلمنا على الموضوع هنايا في القناه، تكلمنا على الموضوع بالفرنسويه وبالعربيه. واش تقول لي واحد ما تكلم؟ تكلم على صحف الموضوع، صحف الموضوع ما تكلم على والو. وضل حتى الصحافه المغربيه ما تكلمتش على غياب لسان الكلمه. هذه ماهوش غياب، هذه مقاطع زين قاطع. ما هو الاخ قال انسحاب ولم تنسحب، قاطعت كما قاطعت الكوب 28، كما قاطعت وهذا تكلمت عليه اكثر من مره يا صاحبي. ما راكش تتبع ويلا اي بورتون داير درت بعدين داير من لي زيمال تبع لي زيمال وما تتبعش حاجه اخرى. قاطعت كذلك القمه العربيه الاسلاميه الجزائر اليوم، قلنا ونعاودوا، تقاطع كل الأحداث وكل الملتقيات وهي مقاطعة الساحة الدولية، والسبب معروف، ما عندهمش وجوه يقابلوا بها، ما بقى لهمش يقدروا يكذبوا، استنفذوا كل الأطروحات الكاذبة وما يقدروش يواجهوا الناس. انتظر باش يروحوا يواجهوا. اذا مقاطعة اجتماع مراكش ذريعة انه ينعقد في مراكش في المغرب، ذريعة ضعيفة ضعيفة الذريعة، خاصة انه هذا يعني هم بلد صديق بالنسبة للجزائر روسيا. الذريعة معيشة لتعني أنه نعقد في المغرب، الذريعة السبب الحقيقي هو أنه النظام العصابة الحاكمة في الجزائر ما عندوش وجهة، رغم أن وجوه منطلصة على ذلك مغاسفينها في الزيقوات، ما عندهمش الوجوه يقابلوا بها. واش راح يحكيوا في الملتقيات هذه؟ ما عندهم حتى شيء يحكيوها. لهذا ومقاطعين، وبالتالي الجزائر طاردت نفسها بنفسها، الجزائر الجديدة جزائر تبون وشنقريحة، طاردت نفسها بنفسها من الساحة الدولية في انتظار أن تطرد نفسها بنفسها من الجزائر. هذا ما كان. انجزوا الآن قبل ما ندخلوا في التفاصيل، ندخلوا نشوفوا الإخوان نسلموا عليهم. نادر مراحي أزول لك دو ياسمين 4 années de mensonges 4 années d'oppression 4 années de chaîne 4 années d'injustice. Vous avez tout résumé madame et bravo et merci. Vous avez tout résumé. قال حنفي مرحبا بك حسن فريمان، السلام ليك ولكل أهل كناس. Marek Beniowski, dobry wieczór. L'avion IL-96-300 transporte la délégation russe de retour de la cause de Marrakech a fait escale à Tunis aux environs 19h55. Ça donne beaucoup à réfléchir. Merci beaucoup pour le Djenkoui. Ah, c'est ça. Djenkoui, Marek. Shukran jazilan ala hadha al-ma'louma. Donc c'est l'avion IL-96-300. سلمى مسعودي مرحبا بك. Moi aussi je suis heureux que vous soyez là, vous et tous les amis qui me suivent. الخطبان نور الإسلام مرحبا بك. يونس تيزي، عبد الرزاق شرادي، ناصر وناري، رابح خباش،
اليوم راني اسماء جديدة دونك راهم كثروا الاسماء الجديدة، صالح الزمور، ازوف لك عقما، حاج علي معك، بشير منفروطي، قائمة طويلة الله يبارك. بون ايفيدامون لي زونسيان يحيى 34 وبن المدينة وجو مارك محمد بومدين ونادير مراحي مصطفى دحماني ايفيدامون حسن بوعنان الدار البيضاء، تحياتنا لكل سكان الدار البيضاء بالمغرب. كوديا رياض كذلك مرحبا بك من القنيطرة، انت يا راك من مدينة اللي كان عايش فيها محمد بوضياف اللي احتضنت محمد بوضياف، ونهار اللي العصابة داق بها الحال راح جات محمد بوضياف ما قالوش راهو عامل مخزن شتو كاش العصابة لا مرة عامل مخزن ومرة مش عامل مخزن. ما عليه، مرحبا بكم جميعا. نعديو بعد الجنجل نشوفوا التفاصيل تاع الاخبار ديالنا هذه بعد الجنجل.